السلام عليكم. سيد أبي كريم أبو يعقوب صدح الانتخابات. بالنسبة لانتخابات دائرة أبو يعقوب الآن عاد للمرة الرابعة حزب الاستقلال والمناضلين قايمين بحملة شريفة منظمة رغم أن الحزب الحاكم تحاول يستمر الناس على عدة طرق بما فيها ادعاء على أن ساكنة الآن كاين مجموعة من البلطجية ومجموعة من ذوي السوابق وهذا خطير جدا وهذا يصدر من وزير التجهيز والنقل هذا خطير جدا لأن الحكومة إذا كانت هناك مشاكل مجتمعية المسؤولة هي الحكومة ولهذا أظن أن الشعب سيعاقب الحكومة الزيادات المتتالية في الأسعار وعلى الإشاعات التي تطلقها من حين لآخر من طرف رئيس الحكومة ومن طرف بعض وزراء الحكومة ولهذا ما تنجولوا الآن في الدواوير وتلقاوش لا ماء ولا كهرباء وتلقاو هناك مواطن من الدرجة الأولى مواطن من الدرجة الثانية وخصوصا ضروري من الماء زيدوا ولهذا زيدوا باش تهضروا تشوفوا الدرار ديالكم هذه الإشارة للحكومة على أن يجب أن تهتم بهذه المناطق وخصوصا الإقليم ولي يعقوب لأنها منطقة اللي تعتبرها من المناطق الفقيرة إذا كل الدواوير وكل المناطق اللي زرناها هي فيها نقص كبير فيما يخص التجهيز ولهذا الحكومة مطالبة الآن باش تحل هذا الإشكال رسالة ديال الساكنة غتكون قوية للحكومة لأنها ما قامتش بأي دور وخصوصا الزيادات المتتالية في الأسعار في جانب المحروقات في المأكولات إيقاف التوظيفات على مستوى الوظيفة العمومية لم يكن هناك أي تشجيع للاستثمار بالعكس هناك حرب معلنة للحكومة على الاقتصاد الوطني مما أثر على التشغيل ولهذا احنا متأملين كبير إن شاء الله أن يوم الخميس المقبل الساكنة غادي تكون حاضرة وبقوة من أجل التصويت على الميزان رمز حزب الاستقلال. رسالة للناخبين؟ رسالة للناخبين بطبيعة الحال على أننا تنوعدهم كما كنا دائما وسنقف إلى جانبهم في المستقبل من أجل حل كل هذه الإشكاليات. سؤالي عام شكرا. مرحبا. ديال الطرق والتعليم بالنسبة للتعليم ولادنا ما عندهمش شغل وهذا الشيء ديال المشاكل ديال الماء الماء حنا محرومين من الماء ما عندناش الماء نهائيا الدوار مكمول جميع الدواور عندها سميتو يشتغلوا الماء الا حنا وهذا الشيء ديال تعبيد الطرق التعليم ديالنا غير صحيح ولادنا عندهم البعد المدرسة بعيدة والمشاكل بزاف ولا يقصى من سميتو يشتغلوا من حقوق عندهم هنا الكلمات ديال سميتو ديال يشتغلوا هذا براني وهذا ولد البلاد وهذا ما كان شكرا كلش ياكل يشوف ان شاء الله من عنده ديال العمران تفوتت العمران لان هو محمد مساب شي أرض فوتت العمران ديال الدوار ولاد محمد ولي حد الان ولاد محمد ما استافدش لحد تقطع المسافه ديالنا في الكرباج زرنا السيد العامر زرنا السيد الكاتب العام زرنا السيد القائد زرنا السيد سعادة رئيس الدائره الابواب كلها تسدت علينا والعالم يا صاحبي
موتنا مع الاستقلال بابنا وجدودنا تنموت مع الاستقلال واش الثاني راهنا نعديو الواجب ديالنا الاستقلاليين من جدودنا الوالدين لاولادنا استقلال عاش الملك عاش الاستقلال عاش الاستقلال حالفين وجدودنا ووالدينا وكافحنا شوف إذا أنت معنا تحنا رحنا أخوتك والدعابة وارتقنا راه التالع ورحنا بخبرك إيوا هادشي ديال هاد الزيادات وهادشي الله يهديهم ولكن حنا معاكم إيوا حنا معاكم رحنا شوف الله ينصرنا جميعا شوف أحسن خطط فين راه خطط باش يدور هنا يا شباب تحت تحت نواصل الكفاح 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 يا شباب تحت تحت نواصل الكفاح
هاج يا صاحبي، يلا هاج يلا وي صاحبي صافي تغترشح المره الجايه جيب خير بامان الله جيب بس بخير بامان الله هذا بس كل شيء بخير ماس تبارك الله عليك صافي كل شيء بخير بامان الله بامان الله جيب بس بخير الله كل شيء مزيان في امان الله واش عمتريكم كل شيء لا كاين شيء لا لا بسم الله هبطوا على فرح بيه كل شيء بخير يا كيدير انا كنشوف فيه عليك دائما هذا ابن عيسى عاودتو عاودتو هذا ابن عيسى عيسى اهلا فيك احنا يا وقت